بي وعن، ولكني عزيز بما يقال عني. أحتاج من يفهمني ويفهم عالمي، أحتاج من يشعر بما أمر به كل لحظة من حياتي، وقصة كفاحي منذ لحظة ولادتي، وألم أمي والشعور أبي ساعدوني، فلا لا أستطيع مجابهة كل ذلك وحدي. يقولون عني أني أتكلم كالببغاء، وأنا أقول أنا أحاول تواصل معكم. يقولون عني أني لا أمتلك مشاعر، وأنا أقول أنا أشعر وأضحك وأبكي. يقولون عني أني لا أستطيع فعل أشياء بسيطة، وأنا أقول أنا أملك قدرات فائقة كقدرتي على الحفظ وتذكر ما لا تستطيعونه أنت.